رفع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة إلى الغد لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، إضافة إلى مسايرة التطورات في سوق العمل لتتلائم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. جلسة جديدة استأنف من خلالها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد أن وافق عليه من حيث المبدأ في جلسة سابقة. في بداية الجلسة أشاد رئيس المجلس بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. لقد شرفت بالمشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تجلت فيه عظمة مصر الحديثة فأبهرت العالم أجمع وأكدت له قدراتها الواعدة وقوة اقتصادها وريادتها ليصبح المنتدى بشهادات دولية منصة عالمية بارزة. وخلال الجلسة أعلن رئيس مجلس الشيوخ خلو مقعد النائب الراحل إبراهيم حجازي والذي وافته المنية يوم 3 يناير الحالي. تلا ذلك استكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، حيث عرض عدد من النواب آراءهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون، حيث كانت معظم البنود التي تمت مناقشتها خاصة بالمرأة. الفقرة الأولى مكتوب فيها دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. احنا هنا هنحط تمييز لانه في الاخر بنقول والاعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. مؤتمر الامم المتحدة، عندنا القضاء على التفرقة الوظيفية وجميع اشكال التمييز في العمل بالنسبة للمرأة. فاحنا هنا هل دي هتتعارض مع الفقرة الاولى من نفس المادة؟ دلوقتي المادة 50 في القانون بتقول اجازة وضع 4 شهور، تمام؟ تمام. قانون الطفل 3 شهور دلوقتي، والوقتي قانون الطفل احنا شغالين بيه دلوقتي في الوقت الحالي وتم تعديله في 2008. فدلوقتي المرأة العاملة اللي هي لما يبقى في حمل هتشتغل بقانون 50 بمادة 50 في قانون العمل ولا مادة 70 في قانون الطفل؟ مادة بتتكلم عن اجازة رعاية الطفل بدون اجر، وده طبعا انتصار لحقوق المرأة والطفل، ودي حاجة كلنا معاها ومحدش ينفع يبقى ضدها يعني. إنما في نفس الوقت التزايد في يعني تطبيق بعض المواد ممكن يؤدي لنتيجة عكسية، وبعض الزملاء تطرقوا للجزئية دي في المادة بتاعة أجازة الوضع. النهاردة الأجازة دي صحيح بدون راتب، لكن بتمتد لفترات زمنية طويلة وبتحجز الموظفة أو العاملة مكانها في المؤسسة. وبعد مناقشة بنود مشروع قانون العمل حتى المادة 56، رفع رئيس المجلس الجلسة على أن يتم استكمال باقي بنود القانون في الجلسات القادمة.